القفر كاملة. صباح الخير طبقاتي غسيل، مرحبا بكم معنا في فلوق جديد وفيديو جديد. يلا معنا باش تعرفوا شنو هي الفرقة اليوم. Let's go. احنا وصلنا لوجيسمون. بالنسبة للشرح ديال لوجيسمون غادي ندوي فيه بالتدقيق في فيديو اخر. وحنا جينا هنايا على ود باش نديرو لامبلونطاسيون تاع ليلو، لا فاسون باش كتكون لامبلونطاسيون، لا فاسون باش بغيت ندير لامبلونطاسيون غادي نشرحها لكم بالتفصيل دابا. خليكم معايا يلا. هنا بغينا نديرو لامبلونطاسيون ديالنا، يعني شنو غادي خصني بعدا في الماتيريال؟ خصني تريبي ياك، خصني اباراي ستاسيون توتار. انا خدام هنايا بطوب كون 235، هاي بطوب كون 235 ياك. بالنسبة لامبلونطاسيون اشنو كيخص فيها كوندوني هي اللي غادي نشوفو دابا. ولكن قبل خصني ندير لا ميزون ستاسيون ديال لاباغاي ديالي. يلا نمشي. فاش كنبغي ندير لا ميزون ستاسيون خصني نحط لاكس برينسيبال، نجيب لو بوان تما، نجيب لو بوان و الروغار من فوق تما، و خصني ندير الكالاج تاع لا بول ياك، تاع لا بول سفيريك و لا بول تيبولار ياك. كنسبق لا بول سفيريك اللي هي اللي كات ديك الخليه لاكس برينسيبال. ملي غادي تشوف هنايا واحد التقيبه صغيره برينسيبال، وهنايا بهاد لابيل تيبولار كان فيني ستاسيون ديال لاكس برينسيبال. يعني ومادام غادي ندوي على لي زليمون اللي غادي خصوني بالنسبه لهاد لامبلونطاسيون، ضروري غادي خصوني لي كوردوني ديال لي ستاسيون. يعني بغيت خصني ستاسيون بغيت خصني ريفيرونس. انا مستاسيوني هنايا في هاد لو بوين هاجي، دونك خصني يكون عندي اكس ايكغاك ديالها، وخصني وغادي ناخذ هادي حيت هي البعيده، وخصني حتى هي يكون عندي اكس ايكغاك ديالها ياك، باش يكون عندي جيزمون او ديستونس لسقوف هاد البلاصه هادي ياك. انا غادي نجبد لي شوميمون ديالي ونجبد لي كوردوني وندخلهم في لاباغاي، وديك الساعه غادي تشوفوا معايا داكشي. يلا كيف ما كنا كنشوفوا هنايا بلي هاد لا ستاسيون هادي اللي قلت بيت ستاسيوني هي اس 16 S16 وهادي S9. انا غادي نجي هنايا للشوميمون ديالي، شوميمون نيميرو 7، ها هي S16 هما لي كوردوني ديالها اكس اي كغيك، وها هي S9 هما لي كوردوني ديالها، S9 هما لي كوردوني ديالها اكس اي كغيك. دابا غادي نمشي هادشي وغادي ندخلو في لاباغاي باش هي تعطيني جيزمو ونلصقو في البلاصة فين غادي يعطيني الدري لي معايا. غادي نلصق جيزمو ديالي، ديك الساعة غادي نكون شديت لا ريفيرونس، فهمتي؟ ديك الساعة غادي نبدا الخدمة ديالي. وضروري خصني ندير واحد لو كونترول، يعني خصني نشوف واحد لا ستاسيون اخرى نكونترولي بها باش نشوف لونغل ديالي والديستونس ديالي واش طوليغابل ولا ماشي طوليغابل، فهمتي؟ المهم غادي نشوفو لا فاسون باش كتخدم هاد لاباغي هادي. المهم اول حاجة كنمشيو منو، كنمشيو لامبلونطاسيون اللي هي F2 ياك، كنختارو اي دوسي كيفما بغينا، كنديرو ليه فاليدي ياك. كنمشي لاف ان لي انترو ستاسيون، كنمشي ل اكس ايكغيك، هيا اكس ايكغيك، نتمنى يكون هادشي كيبان ليكم مزيان. اكس ايكغيك كندير انترو ياك، كنمشي كندخل انا اشنو ستاسيون فين كاين. كاين ستاسيون 16 لي هي 252 371 ياك، 271.32 ياك. ندخل ايكغيك، ندخل ايكغيك لي هي 126 826 فيرغول 52 ياك. انا هنايا دابا دخلت لا ستاسيون ديالي، امسح الزيت،
فهاد لاستاسيون ديالي كنمشي كندير فاليدي كنمشي لاورينتاسيون. اورينتاسيون سي تادير لا ريفيرونس. وكنمشي عاوتاني كندير نفس الحاجه اي سي كايك اونترو 252 يد سعود 487 487 سالا 51 126 790 وسالا 11. اشنو كيعطيك هنايا؟ كيعطيك هنايا فيزي، كيعطيك فيزي وي ولا نو، يعني فين بغيت تفيكسي. اسماعيل مشيت درت وي بالنسبه لديك البوان دو ريفيرونس، يعني خصني ندير لها واحد كونترول، يعني كنعاود ندخلها، كنعاود ندخلها هي اس تسعود 252 لونترو 252 487 فاصلة 51 126 790 11. كندير فاليدي 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 بحال بغيت نبلونطيها، وكنمشي لونجل، فهمتي كنمشي لونجل ها هي ياك. شي شحال تعطيني؟ تعطيني 0 0. دونك لونجل مزيان ياك. كنمشي كندير ديستونس ياك، كنمشي كندير ديستونس وكنشوف شحال عطاتني. عطاتني 6 سنتيم ماشي مشكل، ماشي مشكل. من بعد ما شدينا لا ريفيرونس ديالنا ودرنا لو كونترول ديالنا، دابا غادي خصني نبدا كن امبلونتي لي بيكي ديال ليلو. كيفاش انني نقول كن امبلونتي؟ دونك عندي دي كوردوني في البلون ديالي وخصني الماتيرياليزيهم في التيرا ياك، خصني الماتيرياليزيهم في التيرا. دونك عندي لي كوردوني ديالهم، عندي لو كوردوني ديال ستاسيون، شديت لا ريفيرونس ديالي، لاباري كتكالكولي ليا كتقول ليا بلي راه عندي واحد الجيزمون في هاد لا ريفيرونس، ولكن عندك واحد الجيزمون في هاد لو بوان ديالي بغيتي تحط، خصك ترجع مثلا اكس كراد، مثلا ب 100 كراد، وخصك تمشي من لا ستاسيون بواحد 30 متر مثلا، فهمتي؟ يعني هذه هي لا ميثود اللي كتنهج لاباري باش كتقول لك لو بوان بالضبط اكزاكت فين كاينه، فهمتي؟ دونك لامبلونطاسيون هي انني خصني ماتيرياليزي واحد الحاجه اللي في البلون نحطها في التيران ديالي. هانتوما مازال غادي تشوفوا معانا، يلا. يلا معنا. وكيف ما دوينا قبيله على لي ماتيريال اللي غادي خصنا بالنسبه للامبلونطاسيون، ما وريتكمش لاكا، يعني باش كنقول لك هاد لا بارتي اللي الفوق تسمى بريزو، ثم لهنايا تحت كيتسمى الجام، ولكن ملي كيتجمعوا بجوج كيعطيونا لاكا. ضروري خص تكون فيها واحد لابول باش ديما تبقى لينا فيرتيكال، يعني ملي كنشوف انا هنايا كنعرف بلي كنشوف فيرتيكالمون داك التحت. بالنسبه للامبلونطاسيون هي واحد الحاجه اللي صعيبه، صعيبه بزاف، فهمتي؟ ممكن تحمل فيها واحد المسؤوليات اللي هما صعابين، يعني داكشي علاش خصك تكون حذر لواحد الدرجه اللي بزاف باش انك تاخذ لا بريسيزيون وتحط كل بوان في البلاصه ديالها، يعني اكس ايغريك ديال واحد البوان تحطها في البلاصه ديالها باش انك من بعد تكون مهني، حيت ضروري راه كتسيني بي في. اما الا درتي الريتابليسمون يعني انك بحال هاد ليرو هادو كتجي ضروري كتجي كدير الريتابليسمون ديالهم وكتعطيها اسيستاسيون، يعني ضروري كتحمل واحد المسؤوليه اللي هي كبيره. دونك خصك ضروري ضروري تكون عارف شنو كدير وتحطها بواحد الثقه اللي هي كبيره. هادشي اللي بغينا نقولوا ان شاء الله. الله عرفتي شنو هي باش تكون بحال القفر كامله وتضرب بزاف ديال البيكيات ورمضان ومازال كتضحك وكتفلوكي، راه شي حاجه اللي بزاف. باكا كنكونوا سالينا لامبلونطاسيون ديال اليوم، مازال ما سالاتش كومبليتمون لاني سالينا ديال اليوم بطبيعه الحال طور رمضان وداكشي. نتلاقاو في الفلوق الجاي، يلا نشوفكم.